اليوم جينا امام وزاره السياحه تنطالبوا بالحقنا في التمويل، لاننا ضحايا برنامج فرصه تنتهجوا ب 3000 ضحيه على الصعيد المملكه المغربيه، وعلى الصعيد كل جهه تنتهجوا بالمئات. درنا عده وقفات على المستوى الجهوي وعلى المستوى الوطني، ودرنا عده لقاءات صحفيه، بلغنا صوتنا لاعلى المستويات في الحكومه. احنا متضررين برنامج فرصه، كنا حاصل على الفيش بي في ديالو، بحال هذا الفيش بي في هذا كل واحد حاصل على الفيش بي في ديالو، اذا خاصنا نسيرو لي كونطرا ديالنا ونحصلوا على التمويل ديالنا. التفيعه اللي قال بها السي عزيز اخ النوش رئيس الحكومه المحترم وصلت للشباب، انهم جابتهم لوزاره السياحه في حي الرياض بالرباط عاصمه المملكه المغربيه. درنا جميع الامور اللي خاصها الدار، هذا لا في الاخير ما كاينش استجابه من طرف وزاره السياحه ولا من شركه لاسميت، الا باستثناء انهم خرجوا بواحد القرار فردي انهم هذوك العادات الاعداد المتبقيه اللي هي واحد خرجوا بواحد التصريح ديال 1900 شخص غيحولهم واحد البرنامج اخر، برنامج انطلاقه فيه 2% فيه الفائده. حنا ما شاركناش النهار الاول في الانطلاقه، حنا شاركنا في برنامج فرصه بالمميزات فرصه. ما عمري انا يوم من الايام تخيلت راسي انني غادي نحضر قدام وزاره السياحه وقدام شركه لاسميت وغنجي لحي الرباط في المملكه المغربيه وغادي نقول لكم اعطوني فلوسي. ضحكتوا عليا بهذا المعنى وعريتوني، اش دفعتوني انني ندير كرياسيون ديال شركه، دفعتوني انني نكري محل، دفعتوني انني التزم. علاش تدفعوني انني التزم؟ تتقولوا وصلتوا لوبجيكتيف، باي وجه حق انكم تقولوا وصلتوا لوبجيكتيف؟ كون وصلتوا لوبجيكتيف كون عطيتوني التمويل ديالي وعطيتوا التمويل لجميع المئات الضحايا على صعيد المملكه المغربيه اللي ما قادرينش يجيو. راه الله يحسن العوانه ما عندهمش باش يجيو. استهدفتوا الشباب والشابات وعلى اثره يخرج المرسوم الحكومي اللي فيه برنامج فرصه تيبدا من 2022 حتى 2026، باش تقول لنا برنامج فرصه ساله؟ فينا هو المنشور باش غتقول لنا برنامج فرصه؟ بغيتوا تقولوا برنامج فرصه ساله؟ اعطونا رزقنا. حنا اليوم المقاولين الشباب اللي كانوا كيبحثوا على مصادر التمويل، وكنا بادرنا مشينا تسجلنا في فرصه.com، ومن بعد ما تسجلنا دوزنا جميع المراحل وصلنا للتمويل، حتى وصلنا للتمويل من بعد ملي كنبغيو نسانيو على عقود التمويل تيقول لنا راه ما كاينش تمويل، وهذا المجهود راه تقريبا ب 2022. حنا من 2022 دوزنا واحد المراحل، من بعد جاو الناس 2023 استافدوا، وعلاش هما يستافدوا حنايا في 2022؟ هذه اولا. وثانيا حنا راه دخلنا في 2024، الحلول اللي عطاونا هي كتشل واحد الخطوره على المقاولات ديالنا، عطاونا جهات تمويليه واحده اخرى، وحنا لا علاقه بهذه الجهات التمويليه، فرضوا علينا واحد 2% وفرضوا علينا واحد المسائل اللي هي غتشكل واحد الخطوره على المقاوله ديالنا. ومن بعد هذا الحوار الاخير اللي دار في مؤسسه الوسيط، وكيشكروها جميع جهات المملكه، تيشكروها بزاف على هذه الوساطه اللي دخلت وكتقترح علينا التواصلات ديالها ودايره المجهود ديالنا معاها، كنشكروها بزاف. حنا جينا هنا كنطالبوا بحقنا، لان ملي طالبنا بحقنا السيده الوزيره دوزاتنا للانطلاقه، وحنا انطلاقه ما بغيناها شيء، لان فيها الفورنيسور، حنا باغيين نشريو هذاك الشيء ديال المواد المستعمله، ما نقدروش على الجديد، الجديد غيغلبنا، ما غياخذ عشرات المليون، ما غاتاخذش لنا لي ماشين جداد وما غاديرش لنا المشروع، زعما قلنا ناخذوا على قدنا ناخذوا، ما بغيناش حنا الفورنيسور، وما بغيناش هذيك الزياده ديال سميتو، لان فرصه كانوا هما عاطيننا مليون ديال الشرف، وفي الاخر ولينا حنا غادي خاصنا نخلصوا داك الشيء. الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير الوزيره والناس اللي كيسمعوا والناس اللي مسؤولين، الله يجازيكم بخير، ديروا معنا شي حل، الله يرحم بها الوالدين، راح يحيينا بالطلوع والهبوط، راح حنا ضيعنا شحال ديال الوقت على قبل المشاريع، وضيعنا شحال ديال الوقت باش نخدموا مع الناس، وحتى الناس اللي باغيين نخدموا راه واقفين، حنا باغيين غير ننمو البلاد، باغيين غير نخدموا، ما باغيين نديروا حتى شي حاجه اللي هي اللي ما مزياناش، وباغيين بلادنا تطلع، وباغيين بلادنا توقف على رجليها، الله يجازيكم بخير، ديروا معنا حل.